اللهم لك الحمد. اليوم نعيش نوع من الحراك في جميع الأصعدة، وبالتالي القطاع الرياضي كان له نصيب كبير جدا من هذا الحراك، بالتالي يكون العائد عليه أكبر من ناحية تمكين المحتوى المحلي وخلق فرص متنوعة في السوق ما كنا نشهدها من قبل. أضف إلى ذلك أنه تعزيز مفهوم الأندية، باعتبار أن الأندية على مستوى العالم هي أندية تعتبر واجهة تسويقية للمدن وللدول أيضا. فأعتقد أن احنا اليوم يعني نعيش تحول كبير جدا جدا، والتحول هذا يعني أعتقد حنا واجب علينا نكون جزء كبير. ويعني اليوم الشباب السعودي والشابات هم فخر الوطن، وبالتالي أعتقد إنه اللهم لك الحمد يعني حنا جزء من هذا الحراك الكبير اللي بيكون انعكاسه على الوطن بلا شك. واقع الاستثمار الرياضي الحقيقة أنا أشوفه واعد، والفرصة الآن سانحة جدا للدخول فيه اللي حاب يدخل الآن، يعني لأنه الآن عندنا في النشء السعودي الآن جاهز، وحاليا كثير من النشء السعودي عنده طاقات وعنده مواهب وجاهزين لصقلها في المجال الرياضي. وبعد رؤية سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تعددت الاتحادات الرياضية، وبالتالي تعددت النشاطات الرياضية، فبالتالي الاستقطاب صار أسهل وأوفر والمجال أوسع الحمد لله. يعني واضح الآن، والدليل على الوضوح هو الدعم السخي من الحكومة في هذا المجال للقطاع، ونشوف الأرقام اللي قاعدة تعطى للمجال الرياضي في الفترة الماضية تحديدا من عام 2018 حتى يعني عامنا الحالي 2022-2023، أرقام تدل على أنه حجم الاستثمار في هذا المجال راح يكون كبير جدا، وراح يكون له عائد كبير على الناتج المحلي في المملكة العربية السعودية. أنا بالنسبة لي كمستثمر كل شيء أراه مميز من بداية عام 2018 تحديدا إلى الآن في موضوع الرياضة كأرقام، إلا أنه فيه بعض النقاط اللي ممكن حنا نعاني منها اللي ودي يستثمر في المجال الرياضي أو يطور في المجال الرياضي، هي التشريعات والقوانين هي أكبر تحدي ممكن يواجهنا. طبعا المملكة العربية السعودية احنا نتكلم عن قارة عندها يعني عمق ديموغرافي وتفاصيل كثيرة تحتاج إلى تنظيم، وإحنا مقدرين كمستثمرين أن الموضوع راح يأخذ وقت شوي، لكن نرى أنه في تطور في الجانب هذا سنة عن سنة. في البداية كان الموضوع صعب شوي، ليس من ناحية استثمارية فحسب، لا، من ناحية المعتقدات عند بعض المجتمع أن الرياضة هذه فقط ذكورية وليست نسائية، مع أننا أكد أنه الرياضة ليس لها أي هوية، أي نوع من أنواع الرياضة، أي إنسان في العالم يجرب الرياضة. بالإضافة أنه كان في اللي هو عقبة أنه الناس ما يعرفون عننا، الناس اللي يرغبون في هذا المجال ويستهويهم لا يعلمون عننا، وإحنا نفس الشيء نبحث عنهم، فكانت هذه المشكلة الرئيسية عندنا. بس مع الإعلانات ومع التسويق ومع دعم الاتحاد السعودي للملاكمة ودعم الأسطورة ماجد عبد الله، لأنه حضر لنا كذا فعالية الملاكمة، قدرنا نوصل لهدفنا. نحن نعرف أن قطاع الرياضة قطاع تكاملي يلتقي مع جميع القطاعات، جميع القطاعات، مثلا نتكلم عن قطاع الصناعة، نتكلم عن قطاع العقار والمقاولات، نتكلم عن قطاع الدعاية والإعلان، نتكلم عن جميع القطاعات. في تحرك أي مشروع رياضي أنا أحتاج المجموعة هذه أن يكون في تكامل بيني وبينها. لما أجي أنا كمستثمر ألتقي مع هذه الجهات أجد أن التشريعات ناقصة ولم تكتمل، وتجد في بعض الأحيان حتى في بعض العقود أو بعض الاتفاقيات أنك تبرمها بوجه غير وجهها. لذلك تحتاج الساحة الرياضية لأكبر تحدي يواجهها الآن اللي هو التشريعات. الرقم الشيء الثاني اللي هي الأرقام، إحنا كمستثمرين نحتاج أرقام. أعطني أرقام واضحة، يعني في مثلا لعبة السباحة أو في لعبة كرة القدم وين الاحتياج بالشكل كبير، وين ألقاه أنا كمستثمر، مع مين أتواصل، وكيف أوصل على هذه المعلومة بحيث أنها تكون دقيقة حتى أني أنا أقدر أستند عليها في دراستي، وأقدر أضع الأرقام الصحيحة وأقدر أستثمر في الجانب هذا. حنا خلينا نشوف التجارب العالمية، يعني في النهاية حنا في النهاية ننقل الممارسات العالمية أو التجارب العالمية وتكون
ممارسات وتجارب محلية. فأنت لما تشوف الاستثمار كمثال بسيط في كثير من الشركات اللي استثمرت في القطاع تكلم، فهذه كل الشركات ما دخلت ولا ضخت في هذا السوق إلا لوجود العائد. فحنا اليوم جزء من هذا العالم، واليوم نحن يعني اللهم لك الحمد مش فقط جزء، بالعكس حنا نقود التغيير يعني اللهم لك الحمد تحت الرؤية الكريمة وبإشراف سمو سيدي ولي العهد يعني وتمكين الشباب. أعتقد أن حنا عندنا اليوم فرصة كبيرة جدا، وأنا بالعكس أنا أشجع كثيرا سواء رواد الأعمال أو الشركات الناشئة أو الشركات اللي تكون متوسطة وصغيرة أنها تستفيد من هذا التحول الكبير اللي اليوم حنا نعيشه، وتكون هي جزء من هذا الحراك. واليوم نشوف تجارب كثيرة، يعني نتكلم حنا مثلا في تجربتنا في نادي الشباب فخورين في 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 أحد الرعايات مع تطبيق The Shifts كمثال، كان واحد من الشركات الناشئة اليوم حصل على استحواذ كبير. عندنا أيضا الرعاية أيضا مع زوم، شركة ستارتاب سعودية اليوم حصل على استثمار كبير من صندوق اللي هو الصيني. فهذه كلها صارت الأثر لها بعد الرعاية اليوم. وأيضا حنا نشوف تجارب كثير سواء مع معنى الشباب أو مع كثير من الأندية. يعني نحتاج تمكين الشباب السعودي سواء الرجال أو البنات في موضوع الدخول في هذا السوق. اليوم أنا أحتاج أنه يكون فيه منصة تؤهل هؤلاء الشباب أو البنات أنهم يكونوا جاهزين. اليوم أنا كمستثمر لما ألتفت أجد أي أحد متخصص في المجال ولكن ما عندك experience خبرة، ما عندي في المجال، أقصد مجال العمل والاستثمار في الرياضة مختلف تماماً عن القطاع الحكومي. لأن القطاع الحكومي إجرائي، لكن هنا في متغيرات كثيرة تواجهك، فتحتاج أنك أنت توجد بيئة. فتوقع أنا في وجهة نظري كأقتراح معكم وجود حاضنات أعمال رياضية تقدم دورات، تقدم استشارات، هي أحد الأفكار اللي ممكن من خلال لقائي معاكم تكون انطلاقة في تطوير الشباب والبنات في هذا المجال. أقدر أقول لك في رأيي الشخصي وجهة نظر شخصية، لازال السوق ما تشبع بالذات في الرياضة النسائية وللسيدات، ولازال في رياضات أخرى لم يتم تسليط الضوء عليها في وجهة نظر. يعني الآن الملاكمة ما شاء الله بادية تطلع، لكن يعني إن شاء الله بالجهود الموجودة من الدولة وتذليل الصعوبات وبالإضافة المساهمين المستثمرين من المساهمين في المجال هذا قدرنا نوصل إلى درجة معينة الحمد لله في لعبة الملاكمة تحديدا. لكن لا زال هناك عدة أنواع من الرياضات زي كرة الطاولة، زي كرة اليد، زي كرة السلة، لا زال يعني تحتاج إلى مزيد من التسويق ومزيد من الصقل والاستقطاب. أنا هذا وجهة نظري، لكن المجال الرياضي بشكل عام واعد.